صلوا على النبي. ما لكم داعي ابدا على اللي صار. ما لكم داعي اللي صار. حنا ترى اكبر من كذا يا جماعه خير. اه خلاص طيب حبيبي اكبر. لا دقيقه دقيقه ابو ملفي، حنا ترى اكبر من كذا ولكن تكلم يا ابو مجد. تقلب على جنب الغبار. حلو نبغى نقول اي اوكي بنقولها بس ايش معنى ايش معنى تقلب؟ السلام عليكم. ما فيها خصم يا منشد شالها يا مسلمين والله والله العظيم. لو خليه يتكلم بس مع ابو مجيد. طيب طيب يا الربع الرجال قطعت الرجال يا الربع هذا يدري يا رجال. اسمعوا مجيد يا الربع صلوا لا 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 خالد عنده علم بالموضوع يا جماعه. مجيد دقيقه اسف خالد والله العظيم. بني 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 خالد عنده علم عنده علم. ليش ابو خلود؟ لا لا بسرعه بسرعه بقول حاجه. مجيد عنده شيء مهم يعني. امرنا يا عبد المجيد كم بعد. طيب طيب يجيب حاجه يقول. مساء خير يا رب. السلام عليكم. السلام. مساكم الله بالخير. مساكم الله بالنور. صلوا على رسول الله. يا الربع اول شيء انا استاذنكم بطلع برا القريه 24 ساعه. زين واحتمال هذا نمس والله انا ترى الصدق كنت منصدم والله يا ولد كنت والله انا يا ولد ترى شوف قال لي خبر قبل شوي جد والله العظيم والله بطلع 24 ساعه واحتمال انه 48 ساعه علشان الموضوع عشان السكر اللي قلت السكر يا جماعه الخير انا شكلي لكم كلكم اذكرك كنت في توتر واحتاج اطلع اليوم له اسبوع الان مضطرب السكر وامس وصل للهاي اللي هو اعلى درجه سكر يعني يعني ما عاد يقراها الجهاز ما عاد يقراها وطبعا المعلومه بس عشان رساله لكل من يسمع انه هذا امر طبيعي بحياه اي مريض سكر كل سنه يمر عليها الموضوع هذا فكل سنه يمر عليها الموضوع هذا قل شكرا يا الله يا لا لا هي بدون حبوب بس انه اذا مر عليك كذا لازم انك تراجع مستشفى احتمال انك تحتاج لتنويم عشان يضبطون لك السكر من جديد يضبطون لك نظامك الغذائي وعاد يرجعونك للحياه مره ثانيه بعد امر الله سبحانه وتعالى. ما تشوف شر انا كنت ناوي اخذها قبل الدرع بصراحه. يوم جاني الدرع استحيت من الناس قلت انه قال جاء الدرع بيطلع فهمت؟ فقلت اصبر فلعلي انا صبرت على حساب يعني مو على حساب صحتي بس انه صبرت وتوتر عندي وصار في كيتون وكذا. وراني كذا ابد معذور والناس تقدر وتعذر اي والله العظيم العظيم فبطلع الحين اذا بغيتوا شيء جوالات اي شيء تمرون عليه معنا جوالات يا الغالي صحيح جوالي انا حاطه بجلابي حرام عليك حبيبي 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 لبيه الله يستر عليك انساننا في جوالات والله بس علشان طمنا بصحه يا حاول تجيب لنا جوال جوالين بس فتره ندق حط جوالك اللي تطمن لا هذا ما ندري خلاص يا عيال مع جوالات اللي ما مع جوال ضبط يا حبيبي ما تشوف شر يا ابو فوز مجيد مجيد ما تمشي لازم تجلس يا حاجتين روح الله يبارك لازم يحفظك ويستر عليك الا لا ترجع لنا وتطمن على صحتك يا الغالي اتقرب من سلمي بالله عليك خل ختامها مسكين لا مسكين اي والله انها مسكين على مسكين سلم 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 حاجه لا في حاجه بدك اياها سلم سلم والله رصيد هذا كله صار خرج برنس والله العظيم من مودي يا عيال اسمع ترى فهد اللي جاب لك عند الباب الحين يا عيال تدري شو هذاك اليوم المفروض يا جماعه خير تكلمنا الاداره يطلع لازم جامع يقعوني كلمه قلت طاري مجيء 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 ايفون 7 بلس على شيء ما ادري ايش اسمه مجيد انا ما شريته فمن طالب الاداره انه تكون موضوعك بلا مبالغ وانا ما بناقشته عشان التفرقه كذا احنا اللي لا 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 اول شيء الله يستر يا حبي خل سامعك قبل لا تدخل دكتور تفضل تفضل نبه اي واحده اي واحده اول شيء يا الغالي الله يستر عليك ويحفظك الله يحفظك ما شاء الله يا دكتور تبارك الله لا قوه الا بالله حبيب قلبي اشيل ابوك كتب موسوعه عندي اضطراب بالسكر بروح اعد واجي طيب باذن الله طيب سلم علي في الحضن يا ودودي الله يسعدك حبيبي شكرا دكتور لحظة بقول لك شيء دكتور تكلمت قال 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 ابو ملفي ان شاء الله في عدوينك تودع علي لا حرام عليك الله يسلمك الله يسلمك الله يحفظك قدام العود اللي عندك كيف حالك خلود قدم العود لا لا والله شفت يلا يلا شفتك ودعك والله ما والله ان شاء الله ايوه الف عافيه بالله يا تعب اي ترى وناسه طبعا 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 خل اعدل المايك سلامتك اي والله لا يا رب انت خير واجد لا لا اصبر تعال 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 اسالك عبد المجيد اجلس عبد المجيد اجلس والله ما تروح لنا اقولها يلا من 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 طبعا يكرم واذا شخصيتي الى ان اجلس اجلس انزل الى مايك خالد خالد بالله اجلس والله انه بخاطري انا قاعد والله انه بخاطري خلينا ننزل المايك شوي بنشيل معك